يعني هل المجتمع الغربي عندما حصلت الأزمة الأوكرانية وقف مثل ما وقف مع غزة؟ غزة تباد، غزة تحرق، غزة تهدف إسرائيل إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الخروج من غزة إلى الأراضي التي هم يظنون بأن هذا هو الوطن البديل، ولكن هيهات، الشعب الفلسطيني سينجز زمن من أجل الحفاظ على الأرض.